إياد الموسمي مراسل القاهرة الإخبارية سوف يكون معنا للحديث حول هذه المباحثات مباشرة من عدن. أرحب بك إياد. إذن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يجري مباحثات مع المسؤولين في بلجيكا والاتحاد الأوروبي في بروكسل. إذن كيف تبدو أهم الملفات التي يمكن أن يناقشها في هذه المباحثات؟ نعم حساني، أنا هناك زيارة لأكثر من 9 سفراء أوروبيين إلى عدن الأسبوع الماضي. هؤلاء السفراء وأيضا برئاسة رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى اليمن. كان هناك لقاءات مكثفة مع فخامة رئيس الجمهورية الدكتور رشيد العليمي لمناقشة كثيرا من الملفات، من بينها توقيف النفط والغاز وأيضا عملية السلام. هناك سفراء الاتحاد الأوروبي طلعوا في تم إصدار بيان قوي يؤكد على دعم الدول الاتحاد الأوروبي لعملية للمجلس القيادة الرئاسي وإصلاحات مجلس القيادة الرئاسي في إطار عملية السلام وأيضا الإصلاحات، وأيضا تم تأكيد على موضوع وحدة اليمن وعملية السلام باليمن بشكل كامل. أعتقد أنه بعد هذه زيارة السفراء الاتحاد الأوروبي إلى عدن جاءت دعوة الرئيس إلى زيارة بلجيكا، لأنه كان هناك أكثر من 9 سفراء من بينهم سفير البرتغال والنمسا وهولندا وألمانيا والسفير البريطاني وأيضا والسفير الفرنسي كانوا يتواجدون هنا في عدن، وتم زيارة كثيرا من المشاريع التنموية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لليمن. هذه الزيارة كما تحدثت وكالة الأنباء اليمنية سبها، وكما أيضا حصلت مصادرنا على أن هناك في ضمن برنامج الزيارة قمة سيعقدها رئيس مجلس القيادة الرئاسي مع ملك بلجيكا، ومن ثم سيتم عقد لقاءات ثنائية مع رئيس الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى ممثل الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى مشاركة في ألمانيا في مؤتمر ميونخ للسلام، وهو مؤتمر يحضره زعماء العالم لمناقشة السلام في العالم. الجدير بالذكر أن مؤتمر ميونخ لم يتم استدعاء إيران، وبالتالي تم استدعاء بعض الدول الهامة، وربما هناك يعني أشياء ستقدم للسلام العالمي شيئا جميل جيد ومهم. وبالتالي فإن اليمن هي دولة يعني تعاني من حروب، تعاني من مشكلات، وأيضا لموقعها الاستراتيجي بالنسبة لحركة التجارة العالمية. نعم حركة التجارة العالمية. وهنا يعني إياد، يعني هذه الجولات المكوكية للدول العربية والدول الأوروبية أيضا، هو من المهم أن يكون لها دور أو انعكاس على المساعدات الإنسانية اللاحقة للشعب اليمني الذي يعاني منذ فترة كبيرة حقيقة. إذن سوف نرى في المستقبل ما يمكن أن يحدث هنا من تطورات في هذه الزيارات. أشكرك إياد الموسمي، كنت معي من عدن مراسل القاهرة الإخبارية مباشرة.